ينضم معنا عبر سكايب الدكتور يوسف الصفيان وهو استشاري طب الطوارئ. دكتور يوسف اهلا وسهلا بك، صباح الخير. يسعد صباحك. حياكم الله استاذ المشاهدين بكل خير، حقيقه سعيد جدا بهذه الضيافه، شكرا لكم. الله يحييك. يعني هذا المؤتمر، نتحدث عن المؤتمر العلمي الدولي السابع لطب الطوارئ الذي سيقام في مدينة الرياض. دكتور، ما المنتظر من التقنيات من مشاركة في هذا المؤتمر؟ يعني أولا قيم في دورة السابعة برعاية الجمعية السعودية لطب الطوارئ، يعني يعتمد بشكل أساسي على آخر المستجدات العلمية في طب الطوارئ ورعاية ما قبل المستشفى، والحقيقة يقوم عليه مجموعة من الخبراء، في لدينا أكثر من 150 متحدث. وعلى هامش هذا المؤتمر حقيقة أقيم سباق قبل يومين لتوعية المجتمع بأهمية خلينا نقول أجهزة الإنعاش في الأماكن العامة. يمكن هذا الموضوع نتحدث فيه يعني في الفترة القادمة بشكل يعني واضح، ونعزز أهمية التوعية المجتمعية في استخدام أجهزة الإنعاش في الأماكن العامة. الحقيقة المؤتمر هذا له حضور محلي وله يعني حظوة في الأماكن العالمية، ويمكن دور المملكة العربية السعودية ودورها وتمثيلها في يعني خلينا نقول محاور دول العالم مهم جدا في مثل هذه المؤتمرات. لدينا اكثر من 150 متحدث في مختلف المواضيع ذات الصله المعتمده طبعا على الخبرات العالميه. المؤتمر كذلك يوجد به معرض مصاحب لمختلف او اخر المستجدات الموجوده والادوات الطبيه المستخدمه في طب الطوارئ. نعم، يعني المؤتمر الذي يستمر لثلاث أيام ويهدف إلى تطوير يعني الطب الطوارئ أو ما إلى ذلك. ما هي الورش المصاحبة؟ أيضا ما هي 30 جلسة التي ستكون مصاحبة المؤتمر؟ نعم طبعا، بالنسبة لورش العمل هي مختلفة. إحنا لدينا أساسيات في مختلف رعاية في طب الطوارئ، سواء في تخطيط القلب، سواء في أجهزة الإنعاش و غيرها من الدورات ورش العمل الأساسية خلينا نقول اللي نعتمد عليها في طب الطوارئ. وطبعا المستهدف فيها مختلف فئات المجتمع، سواء من المتخصصين في طب الطوارئ، وكذلك بعض الورش مخصصة لجهات صحية خلينا نقول مختلفة لتوعية خلينا نقول الفئات الصحية المختلفة بطب الطوارئ وأهميته وآخر ما توصل إليه. طبعا أحب أشير أنه الورش العمل مقدمة من أصحاب خبرة وتم اختيارهم بعناية يعني شديدة جدا. لدينا لجنة عليا ولجنة منظمة ولجنة علمية حقيقة سهرت الليالي الفترات الماضية للوصول إلى المستهدف وتعزيز يعني دور وقيمة هذا المؤتمر للوصول للفئة المستهدفة. نعم دكتور، أنت أشرت إلى الإنعاش في الأماكن العامة وهي من ضمن ما تم طرحه وأيضا من ضمن المخرجات المتوقعة للنتائج حول أهم المعلومات في هذا الاتجاه. قلنا أكثر عن ماهية هذا المفهوم وأيضا عن التقنيات المستخدمة في ذلك وعن ما يجب اتباعه أيضا صحيا لتحقيق الاستفادة من هذا المفهوم الإنعاش في الأماكن العامة. صحيح، أشكرك. الحقيقة السباق المصاحب للمؤتمر حقيقة كان الأول من نوعه، وأجري قبل يومين، كان على مسافة 5 كيلومتر حوالي غرناطة مول. وكانت الفكرة موجودة من البداية أنه المؤتمر يكون له هوية وطنية وهوية علمية كذلك، فحرصنا أنه يكون في توعية للمجتمع بأهمية أجهزة الإنعاش في الأماكن العامة. طبعا الأجهزة هذه مثل يمكن ما السادة المشاهدين يعني شاهدوا قبل فترة تدشينها في الحرمين الشريفين. والحقيقة احنا الدور الآن المجتمع في تقديم الرعاية الصحية كمستجيب أول، نعرف أنه دور المستجيب الأول هام جدا في حالة توقف القلب والتنفس. نعرف أنه وصولنا لحالات توقف القلب والتنفس بشكل عاجل مهم جدا. نعرف كذلك أنه أهم عنصرين أساسيين في عودة النبض ويعني تعزيز حالات النجاة هي حقيقة الضغطات الصدرية واستخدام جهاز الإنعاش في أقرب فرصة. اليوم لما نتحدث عن جهاز الإنعاش، الجهاز هذا مستخدم في الأماكن العامة، موجود لدينا في مطارات المملكة، ونسعى حقيقة إلى تواجدها في كافة الأماكن العامة، سواء في المولات أو في الجيم أو في وسائل المواصلات المختلفة، للوصول حقيقة إلى الفئات خلينا نقول مستهدفة من قبل العامة، ونمكن وصول المستجيب الأول لهذه الأجهزة ونعرف عليها ونكسر حاجز الرهبة بحيث يستخدمها بشكل عاجل. وهي طبعا خطوات بسيطة يمكن وعينا المجتمع فيها، خطوات لا تتعدى 3 أو 4 خطوات بسيطة لاستخدام الجهاز، نعرف فيها عن آلية عمل الجهاز وطرق استخدامه وكيف أنه آمن استخدامه طبعا بخطوات مبسطة. نعم. جميل. بالنسبة لعدد الحضور في هذا المؤتمر أيضا المتحدثين المشاركين،
طبعا لدينا اكثر من 150 متحدث، والحضور المتوقع حقيقه اكثر من 750 حاضر. هذا اللي ما تم تاكيده في تسجيل المؤتمر حسب افاده اللجنه المنظمه. وطبعا المجال مفتوح لتسجيل في المؤتمر، ونسعى حقيقه ونستهدف وندعو العامه لحضور مثل هذه المؤتمرات العلميه للاستزاده اكثر باهميه طب الطوارئ والصحه العامه. نعم، ايضا دكتور، يمكن طب الطوارئ اذا اخذناه بشكله الكامل، يمكن العاملين فيه طبعا من المهم جدا ان يقوموا بعدد من الادوار، ايضا يكتسبوا العديد من المهارات، سواء المهارات الاتصاليه، الاجتماعيه، المهارات النفسيه، لانه نعرف يمكن الحاله بتكون داخل طب الطوارئ ربما اصعب منها بقيه الاقسام. أهمية هذه الجوانب دكتور، أيضا مهارات أخرى مثل إدارة الوقت، مثل الوصول وضبط، خلينا نتحدث عن المهارات إذا ما تحدثنا نفسيا، والطبيب اللي عليه أنه والله يتقيد فيها حتى يصل لأفضل تشخيص في أسرع وقت، كل هذه الجوانب كيف ستطرح في المؤتمر؟ حقيقة طب الطوارئ يعني يعتبر من التخصصات الحديثة في المملكة العربية السعودية، ويمكن الدفعات والأجيال القادمة في طب الطوارئ حقيقة في ازدياد. زي ما تفضلت، طب الطوارئ يعتمد على جوانب كثيرة جدا، منها عامل طبعا اتخاذ القرار بشكل سريع، في أرواح يعني على المحك يجب أن يأخذ فيها قرار سريع طارئ من قبل ناس مختصة. لدينا حقيقة في طب الطوارئ تنوع جميل جدا في تخصصنا، سواء جوانب النفسية، سواء جوانب خلينا نقول الإدارية والجوانب البحثية وغيرها من الجوانب حقيقة الغير إكلينيكية، خلينا نقول في مجال طب الطوارئ. وهذه حقيقة تعطي جمال لتخصصنا لاستزادة أكثر في موضوع خلينا نقول الجوانب الغير طبية كذلك، وتطوير المهارات فيها جدا مهم، بحيث يصل خلينا نقول الطبيب الطوارئ إلى أفضل صورة ممكنة لتقديم الخدمة الإسعافية اللازمة. طبعا هذا حق لكل مريض يصل في حالة لا سمح الله حرجة ولا حالة توقف قلب التنفس، أن يتلقى الرعاية اللازمة من قبل فريق متخصص. ونفتخر اليوم حقيقة بالكوادر الوطنية اللي تفوقت حقيقة في على المستويات الخليجية وكذلك على المستويات العالمية، لدينا خريجين من مختلف دول العالم. ويمكن الجمعية السعودية لطب الطوارئ تضم العديد من هذه المخرجات وهذه الكوادر حقيقة اللي نفتخر بها في الوطن. نعم، شكرا جزيلا لك دكتور يوسف أصفيان، استشاري طب الطوارئ، يعطيك العافية. شكرا دكتور، يعطيكم العافية، شكرا لكم.